فكرني في سميتك سكيمن ولا سكيمو فرقت بالي يا باقي غديمو ما غدامش معايا بدك الفلور الديمو دا كابريمبوس فطاح غدير الجيمو با عشيري جا في الراب كتجيني غبران والفلو كرام كتبلونتا شي مرات داك الشهر كرات دير كين خلدي المراك جاك الكاسك غير دراك سير بيكسي غير الراي غير ستوب باي هكا بلون باي بلون بي كدب كي بو باي بديك الكوبلي ترومبي مرحبا بكم الدراري معكم فورز ومرحبا بكم فيديو جديد. المهم الدراري كيف ما قلت لكم هاد السيمانه ان شاء الله غادي تكون كل نهار فيديو مع 8. الناس اللي ما عارفينش 100% تكونوا نتوما متفرجوش الفيديو اللي فات ولا ما عنديش في الفيسبوك والانستغرام سو فولوويني في الفيسبوك والانستغرام حيت تما كل ستوريات كنلوح الحزاق كامل ديالي تما. يعني الا بغيتي تتعرف عليا اكثر تفرج الفيسبوك ولا انستغرام ديالي لا تلقاو جوج تحت في الديسكريبشن. anyway اليوم غنديروا رياكشن على واحد الفيديو ولا واحد الفيديو اللي صراحه تفرجت فيه من شحال هادي ديال سكاي مان وعجبني بزاف لدرجه انني عاودته شي جوج مرات ولا ثلاثه وبغيت ندير عليه رياكشن باش نتوما تشوفوا هذا الفيديو وتقولوا لي نتوما الراي ديالكم في هذا الفيديو حيت راه الفيديو بسطي بزاف. المهم الكونسيبت ديال هذا الفيديو هو انه بغينا نديروا هما جالسين جوج في واحد البيت سودان بغا يصيبوا تراك يعني باي حاجه لقاوها قدامه. ديش اخي الات موسيقيه ما سوقيش اخويا ما قلتيش لي بصراحه نقدر نصيبوا موسيقى بفمك ولا بفمك هنايا هنا هنا غير سمعت الجمله هذه بالي مشى بعيد ولكن المهم نحاولوا نكونوا شويه بوزيتيف فهمتي واحد شويه يكون شويه بوزيتيف ها كنضحكوا باش قبل ما تهد ما يتقلق. بيت بوكس انا عندي ما بيت بوكس عندك ما البيت بوكس يصلح لينا يصلح لينا دابا خصنا ميلوديه اول حاجه غنبداو بها سير الله. المهم عندي شي تخربيقات نوريهم دقيقه. دابا هاد سكاي مان عنده مع الراب عنده مع الجيمنج عنده دابا مع البيت بوكس قول لي دابا شي حاجه اللي سكاي مان ما عندوش معاها سي شي حاجه اللي ما كيعرفش ليها سكاي مان سيريسلي هاد خونا دار متعدد المواهب. انا جاي انا كنظن هادي غتخدم لي احسن حاجه درتي في حياتك لحد الان داكشي ديال الحلايقه اي ساوي وي ساوي لا انا ولا انت كنعزفوا هادشي هذا غتسجلي غير الصوت ديالها ونصيبوا منه ميلودي ونقدروا نقادوا تراك زعما بهادشي زعما غتكلاسيني وزعما انت غتكلاسيني خايف عليك اخويا انت انا خايف عليك سجلي ها ها نادي كابري ما عمرني سمعت كابري كيغني واو دابا ولات بحال البيانو دابا بلاتي صبر انت غادي لها بحالك تان 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 أولا نديرو ليها بحال هكا تان 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 راهي راهي ديك فوقاني راه نفس الحاجة دفاك راه ساج لي قال تان 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 أولا نديرو ليها بحال هكا تان 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 يا حد شوية في الأخر تان تان ماشي تان تان أوكي غادي خصها تطلع الفوق لا خمسة سجل سجل ياو صافي هي غتكون بحال هكا المهم بحال هكا غتكون هي صافي غتجي ناضية رجعت فيها لاصقة أصلا أوكي راه سير طلعت ناضي واو تخيل معايا الدراري تصيبوا شي بيت غير بهاد الشي التخربيق اللي عندك وات شنو نديرو دابا؟ دابا خاصنا البيت دغيا نبداو هكا البيت نيشان شنو نديرو شي حاجة قبل؟ ريكورد دو ديكالا دو تومورو هادي زردة 5-5 هادي زردة 5-5 اوكي 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 شوف متخافش اصلا اوفيسيال غيشوفوني اول مره كندير البيت بوكس. اوكي ورينا البيت بوكس ديالك السي سكاي حق بلاتي خلينا نسمعوا هذا الكلاب مع الميلودي سمعتينا هذا الكلاب بوحدو يا اوكي دابا غادي ندوزو لديك اللي قلتي لي بيت بوكس انا في ستايل كيما بغيت تقل الميلودي وحاول تجيب عليه البيت اللي غادي تجيب يا ناضي بزاف الدراري هاد الوليد بزاف واش كيدير اي نيري يا صاحبي سوسو عرفتي باش تخلط مع هذيك الكلاب نيري على صوت عطا اي اي خبارك تقدر تزيد لي حتى هذيك صوتك غير يدير شي صوت يكون حار شويه بحال اي
هوي لهنا هوي ما ديرش علينا الخوت البيت اصلا لعب فيه زربان غادي نزرب الميلودي غندير ليه دي زيفي وسوكي غادي غتسبيدي ميلودي غادي غنسبيد اوكي سير على الله اوكي واحد جوج ولكن صافي العربة ان شاء الله عرفتي كنشوف هاد الفيديو لدرجة انه كيخليني باغي نصيب تراك سنة ديالي واعرف هاي بزاف راه واو نبيع هاد الانستريمون قاع 900 دولار خادمين بجوج راه 900 دولار خاص تكون اكس 2 بقى لنا اخر لعب هاديك هي اللي درنا قبيله ما سجلناش 1 2 هوي خوت والله ما مسطين والله راهي هادشي كيخليك دير هكا الشعر ديالك راه كيوز بزاف هاد كابرين واش من نيتك ياك ما بغيتيني نطلق سهره ونبدا ندير هاد دايما كامل وات ذا فاك وي سكال دير سكال واش من نيتك ياك ما بغيتيني نطلق سهره ونبدا ندير هادشي بزاف تخيل كابرين كيدير بنت كبار ديال الراب هادي السهر الشمس العشيه اوكي دابا الدراري نشوفوا دابا تبدا الرابط شوف شكون غادي يربح يبدا الاول كابريم فكرني بسميتك سكيمن ولا سكيمو فرقت بالي يا باقي غاديمو ما غدامش معايا بدك الفلور الديمو دا كابرين بوس فطاح غدير الجيم اوفر دخلتي تريني وما كتربت 10 تراكسيو النيفو ديالي تقل من شيخ تراكسيو فوق البيت غادي ندير ديكا بحال دريك البارح ربيت شعري اما اليوم غربيك اش قربك لهادشي كون بقيتي غير في الجيمينغ فرق براني اجي ندير بيك شي بيكنيك نوريك فين جا الفلو ونساريك في التكنيك مرتي بيا ونسيتي بلي انا كلينيك اوكي نادي سكايمان كنظن انه غادي يحاول يكلاسي من ناحيه الجيمين حيت راه سكايمان راه نادي الجيمين المهم كيس جيمر عشيري تا فالراب كتجيني غبران والفلو كرام كتبلونطا شي مرات داك الشهر كرات دير كي نخل ديال مراك جاك الكاسك غير دراك سير ميكسي غير دراك غير ستوب باي هاكا بلون باي بلون بي كدب كي بو باي فيك الكوبلي ترون بي كدور في بلاصتك داك فلو دي باصة او خط رجعني للزيرو غنفوت في البلاصة غنطف قاس كي كان لاميرا ملي تشوفني غاتصب داك تكس كي شي بيرو كي بعاود كي الكاسك ناري شحال قديم وحال عندك الباصي واخا تبقى طور غنبقى نشوف كلاسيك لا بغيت الكلاسيك رب حالة لاعب فيفا غير الفاصيل حسدني على صالة راني حاسبك بلا ما تقرب بالحد سير البلاستيك خويا باص ليك باص فيك يا واخا الكلمات النص ديال الكلمات ديال الايمن ديال سكايمان هما اللي فهمتهم ولكن راه بان ليا صلخ ليا كابريم الصراحه ولكن اصلا سكايمان عنده الاكسبيريونس في الكلاش وكابري مع دول الاكسبيريونس في المونتاج سو جا ورا المهم الدراري راه اختيار صعب شوية والله كنظن انهم حاولوا يكلاشيو بعضياتهم ولكن ماشي الطريقة اللي خايبة بزاف فهمتي يعني داكشي شو الشعر ديالك كيداير ولعيبات والاخر توا شو راه كان غير ديمو anyway الدراري كلشي غيقول لي في كومنتيرات شكون اللي يربح في نظركم واش سكايمان ولا كابريم انا كنظن سكايمان حيت بان ليا غير داك النص الكلمات اللي فهمتهم وبانوا ليا ناضين اما النص الاخر اللي غامض ولكن حتى كابريم طلق شي كلاشات زوينين حتى هو ناضي والله يعني بجوج مناضين والله اقول لي الدراري شكون يربح بخلاصه هاد الفيديو طلع مصروع بزاف كونسيبت لي زوين سو كان الا كان سكايمان كيتفرج في هاد الفيديو ولا كابريم كنصحكم باش تكملوا هاد الكونسيبت حيت راه زوين بزاف anyway الدراري قولوا لي في كومونتيرات كيجيكم نتوما هاد الكونسيبت ولا بغيتو تفرجوا في الفيديو بلا الصداع ديالي بلا الرياكشن ديالي راه تلقاو الفيديو كاين في الشان ديال سكايمان كتبوا سكايمان في ريسيرش يوتيوب ولا تلقاو تحت في الديسكريبشن غادي نكتب لكم نخلي لكم لين ديال الفيديو كان معكم فورس شنو نقول لكم دابا بيس
فكرني بسميتك سكيمن ولا سكيمو فرقك تبالي يا باقي غاديمو ما غدامش معايا بدك الفلور الديمو دا كابرين بوس فطاح غدير الجيم اوفر دخلتي تريني وما كتربتش 10 تراكسيون النيفو ديالي تقل من شيخ تراكسيون فوق البيج غادي دردقه بحال دريك البارح ربيت شعري اما اليوم غربيك.